في بلد كاليمن لا ينافس أصوات الرصاص والمدافع إلا أصوات العود، عود الطرب الحضرمي الجميل. هنا حيث تعزف سيمفونية الحب والأمل والتفاؤل، التفاؤل الذي يحمله الشبان الحضارم من الجنسين. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عين على حضرموت، حلقة فنية ميدانية. هذه المرة نسجلها من هنا من أمام قصر السلطان القعيطي، حيث تجري دورة تدريبية لشبان من الجنسين في العود والكمان والجيتار والبيانو. هذه الدورة التي يشارك فيها الشبان برعاية جمعية أو تنظمها جمعية فناني حضرموت. سنتعرف أكثر على هذه الدورة، على طبيعة المشاركين، الأقسام، الهوايات، المشاكل أيضا، والطموحات التي تطمح لها الجمعية وهؤلاء المشاركين في الوصول إليها. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ محمد أنور عبد العزيز، وهو رئيس جمعية فناني حضرموت. أهلا بك أستاذ محمد. نرحب بكم ترحيب واسع، وأيضا بمجموعة قناة الغد المشرق نرحبهم في مقر جمعية الفنانين ومقر إقامة هذه الدورة الموسيقية التي ارتئينا فيها ضمن برنامج عمل الجمعية خلال الفترة هذا. نرحب بكم ترحيبا حارا، ونتمنى أن تطلعوا على نشاط. بالتأكيد سعادة أستاذ محمد أن احنا نكون، وبالتأكيد سنتعرف على المشاركين وعلى أقسام هذه المجموعات، نتعرف عليها أكثر منك. بس في البداية ضعنا أستاذ المشاهدين عن الجمعية، جمعية فناني حضرموت، قبل أن نخوض في هذه الدورة. جمعية فناني حضرموت هي الإطار النقابي والحقوقي لجميع الفنانين في حضرموت، وهي كان وحيد فريد ورث الوريث الشرعي يعتبر لاتحاد الموسيقيين واتحاد الفنانين، ومن قبلهم ما يسمى الندوة الموسيقية الحضرمية التي تأسست عام 1959. هذه الفعاليات الفنية الطويلة والواسعة ورثتها جمعية فناني حضرموت كممثل شرعي للفنانين منذ العام 95، بالضبط في 23 سبتمبر 95 تأسست هذه الجمعية لتكون لاستكمال هذا النشاط النقابي والحقوقي للفنانين، والذي يعتبر عريق على مستوى الجزيرة العربية والخليج. الآن هذه معلومة مهمة عن الجمعية باعتبارها قديمة أكثر من نصف قرن من الزمن، بالتأكيد مررتم بظروف صعبة وقاسية أدت إلى توقفكم فترة طويلة، سنخوض في هذا الأمر. الآن بما أنه أنتم أطلقتوا هذه الدورة، دورة الفن للشبان من الجنسين، حدثنا عن هذه الدورة، ما الهدف منها؟ الدورة طبعا في الفترة الأخيرة نتيجة لأحداث صارت معينة، تم إغلاق معهد محمد جمعة الذي كان في يقوم في داخل قصر السلطان القعيطي، تم إغلاق ما يسمى رعاية الشباب التي كان يرعاها الأستاذ غالب اليزيدي، الذي سميت هذه الدورة بالنسبة إلى اسمه ونضاله في مجال الفن والفنون. طبعا حصل تصحر واضح في عدد العازفين الموجودين، ومعروف طبعا أنه أي تراث أي بلد لن يستطيع حفظه، لن يستطيع تطويره، لن يستطيع دراسته وغربلته وسبل أغواره إلا أبناء البلد نفسهم. دعنا نتجول أستاذ محمد، نحن نسمع لإجاباتك إن شاء الله. سنقف أمام هذه المجموعة وهي مجموعة العود، واصل للحديث توقفت أنه نحن مرينا بمرحلة تصحر. أيوة، تصحر فني، عندنا مرحلة تصحر كبيرة نتيجة لفقداننا لمؤسسات فنية كانت تبث دماء جديدة في الساحة الفنية. هذا أثر على عدم وجود عازفين بالقدر الكافي بما يتناسب مع حجم الموروث الكبير في حضرموت، وأيضا عدد تزايد عدد السكان. الآن أصبحنا في يوم من الأيام الحفلات الشعبية كان يطلع فيها أكثر من 3-4 كمانجات، اليوم بقي واحد. ليش؟ لأن العازفين غير متوفرين. طبعا جت الدورة لتكون رافد لعدد من الفعاليات الفنية لتخرج عازفين جدد، لأيضا لانتخاب عدد من العازفين الجدد هذا لدراسات عليا في مجال الفن، في أكاديميات خارج الوطن، ليعودوا ليقوموا بمقام المعلمين والمدربين في إذا استعدنا مرة أخرى مثلا معهد محمد جمعة للموسيقى، إذا قمنا مثلا بإنشاء كلية للفنون، سيكون لنا قاعدة
علميه موجوده من ناس مؤهلين دراسين دراسات عليا يستطيعون يعني العمل في هذا المجال. ثاني حاجه انه الان اصبح الفن عباره عن علم، عباره عن علم وعباره عن برضو اقتصاد، دوره اقتصاديه يعني. العازفين هذول في يوم ما سيكتسبون يعني مع من الدوره هذه مهنه جديده، مهنه جديده تؤهلهم للحصول على دخل مادي. تمام، اذا تطور الامر فنحن محتاجين برضو الى استوديوهات. طبعا الاستوديوهات الان موجوده، قدره البلد الان، العمله المتدنيه، سعر العمله سيخلق لنا جانب تنافسي. يعني ممكن نفذ مع من متنافس؟ نتنافس مع دول الجوار التي تنفذ اعمال فنيه موسيقيه. مثلا اذا كان هناك عازفين معينين مثلا بجوده عاليه في مجال الفن، في مجال الموسيقى، سيؤهلهم ذلك لقيام بدل مثلا الفنان يروح الى مصر او يروح الى دبي او يروح الى اي دوله ثانيه. انتم توفرون هذه الامكانيات الان هنا؟ الاستوديوهات هي موجوده بس الان ينقصنا عازفين. لا، انا اقصد جوانب التاهيل والتدريب. نحن سنؤهل هذا الشباب في مرحله اولى، ومن ثم سيكون الامل في وزير الثقافه، في اداره، في السلطه المحليه لتوفير تبني ودعم مثل هذه التبني مثلا. طيب، عشر. حدثنا استاذ محمد نادر على المقاطعه، حدثنا اكثر عن هذه المجموعه. هذه مجموعه عود؟ هذه المجموعة. ما الذي يتلقون الان من تدريب في هذا المجال؟ طبعا هذه كلهم المجموعه، هذه مجموعه مبتدئه، عادهم لا زالوا بدوا التدريب في 9 يناير. الان كما رايتم وبداوا يعزفون السلم الموسيقي وهو الاساس في اساسيات العود. اساسيات العود، طريقه التريش، هناك المدربين بذلوا معهم جهد كبير، والملاحظ برضو انه في شغف كبير من الشباب هؤلاء من اجل التعلم ومن اجل ايضا اكتساب مهارات جديده في مجال العود. بس طبعا نحن نعاني كثير من هذا الجانب في بالنسبه للعازفين، حجم العدد ما كنا نتصور انه يبلغ هذا العدد، كان في المتقدمين اكثر من قدراتنا. اللي كم انتم توقعتوا وكم اللي وصلوا؟ نحن اللي توقعنا ان العدد يكون ما بين 40 الى 35 هذه الحدود، لكن اللي تقدموا حوالي 75، ضعف العدد. الان ضعف العدد، هذا خلق عجز في توفير آلات موسيقية. الآلات الموسيقية ما كانت كافية لنا، أيضا عدد المدربين، عدد الكراسي، لو لاحظنا الكراسي ما بتكفي الـ 72 كلهم. المهم نحن نحاول بقدر الإمكان توفير، وندعو من خلال شاشتكم من هذه إلى الجهات الرسمية أن تقوم بدورها تجاه هذا الشباب، لأنهم شباب هذا عندهم طموح كبير ويدون التدرب والتعلم لمصلحة البلد. هم في النهاية مرجعيتهم لهذا البلد، لهذا التراث، لهذا الفن، لتطويره. واتمنى يعني ان السلطه المحليه ان تقف معنا في هذا الجانب. على ذكر الالات والاشياء اللي انت قلت انه العدد كان اكثر، الاعواد التي يعزف عليها هؤلاء الشبان تبعكم انتم تبع الجمعيه ولا هم جابوها شخصيا؟ في منها تبعنا ومنها هم وفروها بانفسهم، بس طبعا العدد غير كافي، العدد غير كافي لانه عندنا نقص في الاورقات، عندنا نقص في الكمنجات، عندنا نقص في الكراسي، عندنا نقص في العرض. كم حاليا يشاركون في هذه المجموعه؟ في هذه المجموعه يحاولون، طبعا اليوم في غياب بسبب انقطاع النت وعند وصول معلوميه بيوم الدوره. انت بتعمل التدريب بشكل يومي؟ لا، اخترنا اليوم السبت واثنين وربوع، ثلاث ايام في الاسبوع. بس طبعا انظر انقطاع عدم التواصل مع المتدربين، اليوم العدد كان قليل لان ما في انترنت مقطوع ولم تستطيعوا التواصل معهم. التواصل حاليا هذه مجموعة العود، المجموعة الأخرى مجموعة هناك مجموعة الكمانات. الكمانات سنذهب للكمانات، لكن أستاذ محمد قبل أن نذهب للكمانات أنت تطرقت لحالة من التصحر، لأني بعدها سأذهب إلى فاصل. التصحر الفني إيش السبب اللي خلى حضرموت الزاخرة بفنها بموروث عظيم وعريق في الفن تمر بمرحلة التصحر؟ التصحر هذا هناك لاحظنا انه في افكار دخلت معاديه للفن بشكل اساسي، ترفض الفن كفن مرفوض، هذه ادت الى عزوف كثير من الناس عن الجانب. ثاني حاجه عدم وجود المؤسسات اللي ترفض الساحه الفنيه بدماء جديده اللي هي معهد الموسيقى، رعايه الشباب وما مثلها. طبعا عدم وجود دورات، التدني الوضع المعيشي، اصبحت الاله الموسيقى الان قيمتها سعرها غالي، قدرة الناس الشرائية الآن في ظل هذا الوضع التردي الاقتصادي لم يعد مواكب أنه مثلا يوفر آلة موسيقية، أصبحت هناك أولويات تقدم لهذا الجانب.
يعني كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى عزوف كثير عن الشباب عن التعلم، ورغم أنهم عندهم رغبة جامحة. أول ما عملنا الإعلان تقدموا لعدد كبير، وهذا اللي يمكن الإعلان ما كان المستوى المطلوب. وأنت قلت أنه العدد وصل إلى الضعف، وهذا دليل على رغبة جامحة. رغبة جامحة، وكانت بس الآن لا زال المشكلة في عدم توفير آلات، في عدم وجود دعم لوجستي. الآن كل ما أخذناه من السلطة هو وعود، لم تقدم السلطة شيء لهذه الدورة لحد الآن. كل المدربين يعملون بدون مقابل، كل الفعاليات هذه قمناها بشكل داخلي، لكن السلطة المدربون لا يتقاضون أي أجور، لا يتقاضون أجور، إنما نحن نمتلك وعود، نمتلك وعود مصدق التراث بدفع بقية مستحقات البنية. أنت حصلتم عليها، قمتم بدفع الالتزامات. إذا تحصلنا بيكون مش، إذا ما تحصلنا هذه بتكون مشكلة أخرى تقابلنا، لأن هذه الدورة ستتبعها دورات أخرى، لن تكون هذه الوحيدة طبعاً. هذه المبتدئين سيكون بعدها دور للمستوى الأعلى، وهلا على في لكي نخلق يعني عازفين ممكن تأهيلهم في الخارج. أكتفي بهذا القدر أستاذ محمد، سنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نتجول على بقية الفرق الموسيقية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا. ما من المكان إلا الصوت الذي في المكان، تسمع من خلفنا أصوات الموسيقى، أصوات العود وطرب الحضرمي. نحن الآن في الجزء الثاني من حلقة برنامج عين على حضرموت، التي خصصناها للحديث عن الفن، عن هذه الدورة التي يشارك فيها شبان من الجنسين لتعلم المهارات الفنية على العود والجيتار والكمان والبيانو. ضيفنا في هذه الحلقة محمد عبد العزيز، وهو أستاذ ورئيس جمعية فناني حضرموت. أستاذ محمد، في الجزء الأول من الحلقة تحدثنا عن التصحر وتعرفنا على هذه المجموعة، مجموعة العود. الآن أريدك تحدثني أكثر عن المشاركين، هل كان هناك معيار معين لاختيار المشاركين في هذه الدورة؟ وسنمشي حتى نصل للمجموعة الثانية وهي مجموعة الجيتار. طبعا بالنسبة للاختيار تقدم العديد من الشباب والشابات، وعملنا لهم اختبار يسمى اختبار الحس الموسيقي والحس الإيقاعي. هذا اللي يؤهل الشخص، هل تستطيع من خلال هذا الاختبار معرفة هذا الشخص هل ممكن يتعلم الموسيقى أو لا. يعني كل شخص اللي خلقه ربك عنده موهبة خاصة، يعني مش كل الشخص مثلا الرغبة والشغف يعني كان هو المعيار بالنسبة هو الشغف طبعا المعيار. بس بعدين لما عدد المتقدمين نسبة إلى الحس الموسيقي وجدنا انبهرنا أنه العدد كله كان شبه كامل، انه لا يمتلكون الحس الموسيقي يمتلكون الحس الايقاعي، وهذا طبعا من النوادر طبعا في حضرموت، في ويمكن تتفرد بها اليمن عن بقيه المناطق. نسبه الحس الموسيقي الايقاعي عاليه جدا بالنسبه لعدد السكان. استاذ محمد، بما انه نحن الان رايحين لمجموعه الكمان، تمام، ايش المعايير؟ يعني هذا السؤال انا كنت قد سالتك ربما من قبل، هل المعايير في معايير معينه اخترتوها لانه تضعوا هؤلاء الشبان في الكمان، هؤلاء في البيانو، هؤلاء في العود، ولا على رغبه الشخص؟ لا، هي الرغبه الاساسيه للشخص. الشخص هذا اللي يملك الحس الموسيقي والايقاعي يستطيع يبدع في اي اله هو يرغبها. طبعا هذا كان اختيارهم اله الكمان. المجموعه الثانيه كان اختيار العود، في مجموعه اختاروا الجيتار، في جماعه اختاروا، وفي منهم القانون. طبعا اعطينا على رغبه الشخص نفسه. دعنا الان نستمع لهذه المقطوعه الموسيقيه. يا سلام. الان عدد كم اللي في المجموعه هذه؟ في المجموعه حوالي 10 ما بين بنات واولاد. طيب، بما انه نحن الان في الكمان، في فنانين حضارم اشتهروا بالعزف على البيان من قبل؟ في كثير، في سعيد عبد الله الحبشي، في علي حسين، سيد المعالي، في كثير عازفين، في برضو احسن عمره من الفنانين الموجودين فينا، وهو مدرب، احد المدربين في هذه الدوره، في الاستاذ عمر العيد موسى، في كثير من العازفين، وفي منهم والكثير منهم تتلمذوا على يد الاستاذ غالب يزيد اللي سميت هذه الدوره باسمه. كان له فضل كبير في عدد من، بما انه ذكرت الفنان القدير رحمه الله عليه غالب اليزيدي، اريدك ان تحدثني اكثر، وسنذهب الى مجموعه الجيتار هناك. اريدك ان تحدثني اكثر لماذا هذه المره
اخترت عنوان بارز لهذه الدورة للماسترو غالب اليزيدي رحمة الله عليه. إذا قارنا بعدد الناس اللي هم فضل على الموسيقيين في حضرموت، طبعا يتصدرهم الأستاذ غالب اليزيدي بلا منازع. من عام حوالي 75 من بداية الفرقة الموسيقية هو أسس الفرقة وكان راعي لرعاية الشباب، الراعي الأول لرعاية الشباب، هو اللي قام بتدريب هذا الجيل كله اللي من اللي جاء من رعاية الشباب اللي تحول بعدين إلى فرقة الثقافة، اللي منهم درسوا إلى في الخارج في روسيا كلهم تتلمذوا على يده، من ضمنهم حتى علي عمر بحسين، من ضمنهم محمد سعيد المنهالي، محمد سعيد المنهالي، من ضمنهم كثير كثير من العازفين، حتى نحن شخصيا تلمذنا أصلاً على يد عمنا غالب. عمنا غالب كان له وقع خاص في هذا لأنه كان بمثابة مدرسة إيقاع فني. بمثابة مدرسة إيقاع فني، بمثابة مدرسة، وكانت هذه رعاية الشباب تتبع مكتب وزارة التربية. الدولة نفسها توفر الآلات من الألف إلى الياء، من الكمان إلى العود إلى الأورغي إلى الآلات النحاسية كلها تتوفر من الدولة نفسها من وزارة التربية. حالياً لا، ما فيش أي. طبعاً في 94 تم نهبها ونهب دولة لم تجدد لحد الآن يعني. حالياً أستاذ إحنا رايحين لمجموعة الجيتار. مجموعة الجيتار، حدثنا أكثر عن هذه المجموعة. المجموعة هذه طبعاً فيها عدد من الشباب والشابات المتدربين، وكثير منهم قاموا بتوفير آلات موسيقية لهم شخصياً. لاحظت الآلات الموجودة الآن كلهم في بدأوا يعزفون السلم، مدربهم طبعاً الأستاذ مهيوب، تلقى دورات سابقة في الجمعية. أنا أستاذ محمد لو سمحت الآن نريد أن نسمع مقطوعة موسيقية من الشبان المشاركين. شي سلم أعطاهم السلم طبعا هم من الفريق كلهم من المبتدئين طبعا بيسمعونه كلام سمع السلم الموسيقي وهو طبعا الأساس في الموسيقى لأن الفترة اللي بدأوا التعامل فيها مع الآلات فترة قصيرة طبعا من 9 يناير لحد الآن لكنهم قطعوا الشوط لا بأس به ونفتخر بما قاموا به صراحة خلال أسبوعين أو أقل خلال أسبوعين كل هكذا ست أيام ساعة سبعة تفضلوا شباب خلونا نسمع يلا 1 2 3 4 هل لمست الآن يا أستاذ محمد عفواً أنه الآن خلال الأسبوعين اللي مضت تدربوا الشبان خلال أسبوعين بما أنه 3 أيام في الأسبوع فقط شفتوا أن الشباب بدأوا يستفيدوا وبدأوا الفائدة طبعاً أكيد نفسي شخصياً أنا انبهرت من حجم تفاعلهم ورغبتهم الشديدة والجامعة هذا خلقت عندهم ممكن يقولون اللي ما شفتوا لمستوا هذا لا يكون تقدروا مثلاً بأسبوعين عمل في الدورة لأن السلم الموسيقي يأخذ وقت عملية التريش تأخذ وقت يعني هذا المستوى ممكن نأخذه نحن في 3-4 أشهر الجماعة سووه في خلال أسبوعين هذا يعتبر إنجاز بعد ذاته لأن أغلب المشاركين في الدورة لم يكن لهم خلفية سابقة إنما جاءوا من كلهم جدد كلهم جديد لكن لمستوا انه خلال الاسبوعين هذه استفادوا طبعا كبير. استفادوا بشكل كبير وطبعا ونعم بهرت من حجم استيعابهم السريع يعني هذا يعتبر استيعاب سريع لانه اسبوعين ما تعتبر شيء في الموسيقى بما انه الوقت شارف استاذ محمد الوقت شارف على الانتهاء ايش ابرز الصعوبات قبل ان نخوض في خططكم او ما تطمحوا للوصول اليه ما هي ابرز الصعوبات اللي واجهتكم سواء في هذه الدوره أو كجمعية جمعية ثماني حضرموت الحقيقة في نعاني كثيرا من مشاكل وضعت في طريقنا في طريق عملنا منها تعطيل انتخاباتنا منها عدم فتح حسابنا البنكي للسنة الثالثة على التوالي منها عدم وجود دعم مباشر في مجال الآلات الموسيقية نحن لا نمتلك آلات موسيقية لتدريب هؤلاء الشباب اللي وفرناها كلها بشكل شخصي وإيجار التأجير طبعا مكلف ولا توجد لدينا كل هذه الادوات بايجار منها بايجار ومنها ما هو تبع للجمعيه ومنها تبع الجمعيه بس لكن الان نحتاج نحن الات موسيقيه نحتاج دعم لتكلفه تكاليف المدربين نحتاج الى ايضا توفير كراسي
توفير دعم لوجستي هذا في جانب السبورات، لان الدوره اللي بعدها بتكون في مجال النوته، بندرس النوته الموسيقيه، نحتاج لوحات تعليم، نحتاج بروجكتر، نحتاج شاشات عرض، نحتاج اشياء كثيره، هذا كله غير متوفره. الشباب عندهم حماس نعم، لكن دون امكانيات ما نستطيع شيء. نحن الناشد يعني عبركم لازم يكون هناك للسلطه دور في توفير هذه الالات الموسيقيه، في دعم الجمعيه، او في دعم الجمعيه، او حتى في توفير ايجار لهذه الالات الموسيقيه. الان الحجم ما استاجرناه يفوق 700,000 ريال او مليون ريال. الجمعيه لا تملك، الجمعيه لا توجد لها اي موارد. نحن لا نملك اي موارد، وحتى لو كنا نملك موارد، موردنا البنكيه، حسابنا البنكي موقف في السنه الثالثه على التوالي. هناك من يضع العراقيل في طريقنا من عداء الفن وعداء النجاح والى اخره. طيب استاذ، نستغل ما تبقى من دقيقه او اقل، نسمع لمعزوفه من البيانو وتحدثنا عن الطموحات اللي تريدوا ان توصلوا لها، سواء من خلال هذه الدوره او من خلالكم كجمعيه للفن بحضرموت بشكل عام. طبعا بالنسبه لطموحاتنا سقفها السماء، لكن الامكانيات طبعا ضئيله. طبعا هنا في حضرموت لدينا كم هائل من التراث، كم هائل من الفنون مختلفه وابداعات مختلفه، كل هذا يحتاج الى ناس مرحلين، يحتاج الى دراسات عليا، يحتاج الى بحوث. طموحنا في جمعيه فنانين حضرموت هنا ان يكون هناك لدينا ابداعات في الخارج، ناس يدرسون على اعلى مستوى يحضرون دكتوراه في مجال الفنون، في مجال العزف، في مجال البحث العلمي، في مجال الموسيقى، يكونون قاعدة، يكون هناك في تبع الجمعية حاجة اسمها مركز دراسات فنية يختص ب. لا يوجد أي مركز دراسات فنية. مركز لا يوجد في حضرموت مركز دراسات. ولا حتى معهد. ولا معهد ولا أي شيء. مركز دراسات هذه يقوم بدراسة الفلكلور، توثيقه بشكل علمي منهجي باستخدام وسائل العلم هذه التكنولوجيا الموجودة في الكمبيوتر، الأرشفة الرقمية، كل هذه يحتاج مننا عامل كبير، ويحتاج عدد كبير من حجم التراث في حضرموت كبير، يعني يتطلب عدد كبير من الناس اللي يكون يعني لهم درايه بهذا التراث. طيب استاذ، حتى لا نعزف، حتى عفوا لا نظلم هؤلاء المشاركين في مجموعه البيانو، حدثنا عن هذه المجموعه المشاركين فيها. هذه طبعا من الفنانين الحضاري اللي اشتهروا بالعزف على البيانو؟ في عازفين كثير بالنسبه، اول حاجه الاستاذ الكبير المرحوم احمد مفتاح سعد الله، وهو الفنان اللي كان يكون هو اول من عزف الاورج، احمد مفتاح صلى الله بالحن الكبير الذي شرفه الاستاذ كرام الاعمال، من ضمن الناس اللي بدوا فيها من ضمن الاستاذ العميد فهمي محروس، ومن ضمن التلاميذ الاستاذ غالب اليزيدي. هذه طبعا المجموعه الصعبه، المجموعة الصعبة نتيجة لكلفة الآلات الموسيقية، طبعا أي آلة من الآلات الموسيقية تكلف فوق 6,000 ريال سعودي. لذلك قيمة البيانو هذا الواحد، البيانو هذا زي هذا النوع 3,000 يكلف حوالي 6,000 أو 5,500 ريال سعودي. طبعا هذا عملية صعبة. وأنتم لا تملكون الموارد الكافية للشراء مثل هذا. طبعا هذا يحتاج دعم غير ما من جهات كبيرة توفر آلات مثل هذه الغالية غالية. ولكن الان الموفره كلها الات شخصيه للمدربين اللي يتم تسجيل الشرطيه اللي ما تشاهد الان، بدأوا يعزفوا نتيجه لعدد الالات غير متوفره بشكل كافي، كان كل 2 في الالات، هذه عمليه صعبه. اشكرك استاذ محمد عبد العزيز، وانت رئيس الجمعيه جمعيه الفنان، اولا على كل هذه المعلومات وعلى هذه الجوله الجميله، ونحن نسمع على اصوات الموسيقى، بدانا بالعود بعدها الجيتار والكمان، والان نحن في البيانو نختم حلقه هذا الاسبوع من برنامج عين على حضرموت. اشكرك جزيل الشكر استاذ محمد، شكرا للمشاركين، سعيدين كثير بكم وسعيدين بحضوركم معنا وتفاعلكم الايجابي هذا. طبعا الاعلام دوره مهم جدا، ونحن نطمح في هذا انه يصل رسالتنا عبركم الى الجهات المعنيه بدعم الجمعيه، بدعم هذه الفعاليات الشبابيه، لانهم هم المستقبل، وطبعا المستقبل يحتاج لاعداد. نتمنى لكم مزيد من التوفيق ومزيد من الدعم إن شاء الله من الجهات المعنيه. مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه الفنيه الجميله من برنامج عين على حضرموت، خصصنا هذه المره للحديث عن الدوره التدريبيه التي تنظمها جمعيه فناني حضرموت لمجموعه من الشبان المبتدئين من الجنسين في مجالات الفن في العود والجيتار والكمان والبيانو.
حتى حلقة جديدة ومواضيع أخرى من حضرموت، دمتم في رعاية الله وحفظه.